C'est qu'un mot sur cette victoire. اوف يطاب تاع اليوم كانت واعره، كانت الريح. انا في الكورس دي بيجي دو فوا، راح عن جروب كبير، درت لي فور باش دخلت عليهم. انا غير دخلت ديسبيتو سبرينت بوان شو الاول اللي كتزناه، مول بوان شو عملوا اتاك راحوا لقدام لي ميور تاع الجروب. سيد جريت وعنا كانوا معنا صحتك صحتهم صحه لي زيكيب على الجزائر، انردي قرارا تما كاع كانوا معنا، نعطيهم الصحه على هذا المجهود. ما تقلقناش، سينا نكملوا كاع لي بوس اللي دزناهم. كانت ريسك باش ندخلوا عليهم، انا حسيت روحي بيان، قلت صحابي لازم نتعاونوا باش ندخلوا على القدام. الحمد لله عطينا جوسكوبو، ما حبيناش نطلقوا حتى دقيقه الاخرى. قلنا معليش ما اذا ما ربحناش نسيو ليميتي بلاكار باش ما يدوناش الوقت على المايو جون. الحمد لله دخلنا عليهم ان كيلومتر جو بونس ان كيلومتر سايتي جو جوست، كنت بلي كرومب خلاص، كنت ابلوك تاعي. حنا او سبرينت كان يوسف الكيكي هو كان عزيزين عقاب هو لونس سبرينت، ومن بعد يوسف هو عمل سبرينت من بعيد وانا قدرت نفوز عليهم في اخر امطار. هذا شكرا على كاع هذه المجهودات الفريق مضار والفريق كامل على هذا المجهود، واكثر شيء صحابي اللي كانوا معايا في الفريق وما طاو ضحوا كل شيء باش يلحقوني لاليفي. الحمد لله كانت المرحله صعبه، وان شاء الله الجاي افضل يكون لينا ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.